السادة والسيدات مشاهدي قناة الحوار التونسي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. معنا في هذه الحصة الإخبارية السيد طاهر بالحسين كضيف للتعليق على الخبر، فابقوا معنا. قام أفراد من 43 عائلة بإضراب عن الطعام يوم 3 أفريل الجاري ولمدة 5 أيام تضامنا مع أبنائهم المساجين السياسيين المعتقلين بسجن المرناقية، والذين دخلوا بدورهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 2 أفريل 2007، وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهم. وفي خبر متصل، تعكرت الحالة العامة للمساجين، ولإلقاء الضوء معنا الأستاذة راضية النصراوي لمتابعة بعض الحالات، فابقوا معنا على الهاتف. الحقيقة وضع السجناء يزداد سوءا يوما بعد يوم، ضرب، سوء المعاملة، حرمان من كل الحقوق بما في ذلك الحق في العلاج، سواء السجناء الموقوفين منذ زمان يعني المساجين اللي قضيوا في عقاب أو الموقوفين، يعانيوا في مشاكل كبيرة للغاية، وظروفهم الصحية خاصة أصبحت يعني تنبئ بالخطر. نجم نعطي أمثلة، بوحجيلة عبد اللطيف بوحجيلة ممنوع من الزيارة توا منذ 10 أسابيع، والده أمكن له يشوفه في الأسبوع الماضي، ولكن اليوم الثلاثاء 10 أفريل من جديد منع من الزيارة، وهذا أمر أولا منافي للقانون، ثم من شأنه يخلينا جميعا يعني متخوفين من وضعه. يا هل ترى الشخص هذايا عنده الحق في الحد الأدنى من الضمانات أو لا؟ الزيارة ما يمكنش يمنع منها، المحامين ما يزوروهش منذ سنوات الآن. إذا كان السلطات تدعي أنها يعني وضعه صحي جيد وأنه ما يشكي من حتى شيء، فأنا شخصيا نطالب في هذه الحال أن يقع تمكين محاميه من الزيارة، أن يقع تمكين رابطة حقوق الإنسان من زيارته، إذا هو على أحسن حال وإذا ظروفه طيبة وظروفه قانونية. هذا في أستاذ، هذا في آخر تصريح لوزارة الخارجية التونسية التي نفت أن يكون بوحجيلة قد تعرض إلى مضايقات. في الحقيقة بوحجيلة يتعرض منذ إيقافه للمضايقات، ويتعرض للعنف، يتعرض للتعذيب، لسوء المعاملة، ومشكل من مشاكل بوحجيلة أنه محروم من العلاج، وبوحجيلة قام بإضراب عن الطعام منذ شهر نوفمبر الماضي. بوحجيلة يطالب فقط بكونه يمكن من العلاج الضروري، لأنه مصاب بعدة أمراض خطيرة، الكلى، القلب، ضيق النفس إلى آخره. أستاذة، فيما يتعلق بالسيد العويني، سمحني نضيف بالنسبة لبوحجيلة، وقع تقديم شكوى من قبل والده ضد مسؤولين في السجن بسبب الاعتداء عليه بالعنف الشديد، اللي يمكن نقولوه أنه إلى حد الآن كل الشكاوى اللي قدمها ما وقعش الالتفات لها بالمرة، ما وقعش فتح تحقيق. نتمناو أنه في المرة هذه يقع فتح تحقيق لمحاسبة كل من قام بالاعتداء عليه. بالنسبة لبقية الموقوفين، واللي هما موقوفين في الحقيقة في قضايا ما يسمى بمقاومة الإرهاب، وليد العيوني أصيب بانهيار عصبي خطير لدرجة أنه ما أمكنلوش يتعرف على والدته خلال الزيارة في الأسبوع الماضي. كذلك الأستاذ رؤوف العيادي محاميه، يعني أحد المحامين اللي يتولوا الدفاع عليه، منع من الزيارة يوم 10 أفريل، وهذا أمر محير في الحقيقة، غير قانوني، ومن شأنه يجعلنا نخشى على حياته. كذلك بالنسبة لمكرم بن علي، هذا موقوف على ذمة التحقيق، يعاني من مرض خطير على مستوى اليدين، وكان من المفروض أن تجرى عليه عملية جراحية، إلى حد الآن ما وقعش الالتفات إلى وضعه الصحي، مصاب كذلك على مستوى القلب، ضيق النفس، ويوضع في غرفة فيها عديد المدخنين. نعتقد أنه من حقه على الأقل يقع الاعتناء به صحيا، وهذا حق منصوص عليه في قانون السجون. كذلك زياد الفقراوي،
زياد الفقراوي موقوف منذ أكثر من سنتين وينتظر محاكمته يوم 14 من الشهر الجاري. زياد الفقراوي اضطر للقيام بإضراب عن الطعام منذ يوم 23 مارس، واليوم أصبحت يعني أصبح وضعه الصحي ينبأ بالخطر كذلك. والدته في آخر زيارة خلال هذا الأسبوع تقول وأنه كان لا يكاد يعني يقف ويعول على نفسه، وقع تقديمه للزيارة بالاستعانة ببعض الأعوان. زياد الفقراوي يقوم بإضراب عن الطعام لأنه وقع يعني تعذيبه بشكل وحشي، وتعرض لهذا الأمر خلال جلسة المحكمة، ولكن موقعش الاكتراف بالمرة بموضوعه وموقعش فتح تحقيق، وهذا هو الطلب اللي من أجله يقوم بهالإضراب ويعرض حياته للخطر. يعني بشكل عام الظروف سيئة للغاية، هذه أمثلة فقط وأمثلة عديدة أخرى يعني يمكن التعرض لها. في الحقيقة صيحة فزع نبعثوها اليوم من خلال قناتكم، نقولوا للسلطات لابد أن تتحمل إدارة السجون مسؤوليتها وأن تقوم بما عليها، واجبات يفرضها القانون، الاعتناء بالوضع الصحي للسجناء، عدم تعريض السجناء للتعذيب أو لسوء المعاملة، تمكينهم من كل حقوقهم اللي منصوص عليها في القانون، وإلا فلا يمكن للسلطات أن تواصل الادعاء بأنها تحترم حقوق السجناء وأن العائلات والمحامين يتحدثون عن أشياء لا علاقة لها بالواقع، مثل ما قالت ذلك في الأسابيع الأخيرة في موضوع بوحجيلة. نفذ أساتذة التعليم العالي إضرابا عن العمل طيلة يوم الخميس 5 أفريل مطالبين بتحسين ظروفهم المهنية، ورغم الحملة التي شنتها الوزارة على أعمدة الصحف ضد اتخاذ النقابة قرار الإضراب، إلا أنه بلغ 80% وفقا للملاحظين الذين عاينوا الإضراب. وتطالب نقابة التعليم العالي بفتح مفاوضات جدية بغاية تلبية مطالب الأساتذة المادية والمعنوية والإقلاع عن سياسة الانفراد بالقرار فيما يخص صياغة برامج إصلاح التعليم. تعرض السيد لطفي حجي مراسل قناة الجزيرة في تونس ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين فور وصوله بعد ظهر يوم 6 أفريل 2007 إلى أرض الوطن قادما من الدوحة إلى ضايقات من قبل البوليس السياسي، حيث منعوه بالقوة من أداء رسالته الإعلامية عندما توجه لتغطية حدث تدشين المقر الجديد للحزب الديمقراطي التقدمي بأريانا، ويعد هذا المنع الخامس في ظرف أقل من شهر لأنشطة الصحفي لطفي الحجي. احتجز المحامي طارق العبيدي مساء يوم 6 أفريل 2007 في سيارته تحت تهديد السلاح في الطريق العمومي من قبل دورية تابعة للحرس الحدودي قرب مدينة قلعة سنان، وفي طريق عودته إلى مدينة الكاف، وقد حجز أعوان الحرس الحدودي رخصة سياقته ولم يعيدوها له دون أي مبرر. وعندما احتج على هذا الإجراء الغير القانوني وهم بمواصلة سيره، هدده رئيس الدورية قائلا أن لديه تعليمات من يعطي لأعوانه أمرا بإطلاق الرصاص عليه في حالة المغادرة، وكرر له التهديد أمام أعوانه المسلحين. وبعد مرور وقت طويل غادر المحامي طارق العبيدي مكان الحادثة بعدما أصر أعوان الدورية على حجز رخصة السياقة ومنعه من مواصلة السير رغم تفتيش سيارته وعدم ارتكابه أي مخالفة سير. ولقد تقدم الأستاذ العبيدي بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالكاف من أجل الاعتداء على حريته تحت طائلة التهديد بإطلاق النار من سلاح رشاش واحتجاز رخصة سياقة تعسفا. تعرضت سيارة السيد فتحي الجربي العضو القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى عملية تخريب خطيرة غداة مشاركته في اللقاء الذي جمع الشهر الماضي جمع من النشطاء التونسيين بعدد من البرلمانيين الأوروبيين، والذي انعقد بمقر التكتل من أجل العمل والحريات يوم 18 مارس المنصرم. هذا ويؤكد السيد فتحي الجربي أن عطلا فادحا قد أحدث بمحرك سيارته بوضع كمية من التراب فيه بصورة عبثية، وهو يوجه اتهامه إلى عناصر البوليس التونسي. أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا يطالب بحق رئيسها الأستاذ المختار الطريفي بحقه في جواز سفره
وذكرت الرابطة في البيان تصر وزارة الداخلية على حرمان الأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان من جواز سفره، فقد أضاع الأستاذ الطريفي جواز سفره منذ غرة مارس الماضي، وقام فورا بالإعلام عن ذلك الضياع، وتم تحرير محضر وشهادة ضياع في الغرض، ثم طلب الحصول على جواز سفر جديد برسالة إلى الإدارة العامة للحدود والأجانب، ثم برسالة إلى السيد وزير الداخلية، لكن بقيت تلك المساعي دون نتيجة إلى حد الآن. أرسلت وزارة التربية دعوات مكتوبة على أوراقها الرسمية وحملت ختمها إلى مديري مؤسسات التربوية لحضور اجتماعات بمقرات لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي بالجهات، وكان الهدف من تلك الاجتماعات هو تدارس كيفية إحباط الإضراب المعلمين والأساتذة المقرر ليوم 11 أفريل. قررت الهيئة الإدارية للبريد والاتصالات الدخول في إضراب في القطاع الاتصالات يوم 10 ماي المقبل وحمل الشارة الحمراء طيلة ذلك اليوم في بقية المؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال، ديوان البريد وشركة مقاومات الاتصالات وديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي ومركز دراسات الاتصالات، احتجاجا على التفويت في 16% من اتصالات تونس للخواص. على إثر بعث نقابة أساسية بمركز زراعة التبغ بغار الدماغ، تم إيقاف الكاتب العام محمد الصالح المصلي عن العمل يوم 13 فيفري وإحالته على مجلس التأديب. قررت النقابة الأساسية والمنخرطين في اعتصام بمقر العمل، وذلك يوم 2 أفريل بمشاركة 80 عاملا من أجل إرجاعه إلى عمله والاستجابة لباقي مطالبهم. شهدت مدينة صفاقس كباقي مناطق البلاد في الآونة الأخيرة عودة مكثفة للرافل بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، حيث شمل قاعات الانتظار بالمستشفيات ومكاتب التشغيل أينما وجد الشباب. بمبادرة من النهج الديمقراطي، المغرب التأمت بالدار البيضاء يوم 30-31 مارس 2007 ندوة دولية حول مناهضة الإمبريالية ودعم مقاومة الشعوب، وقد شارك في فعاليات هذه الندوة ممثلون عن أحزاب وقوى يسارية تقدمية وشخصيات من البلدان المغاربية وفلسطين والبحرين وإسبانيا، ولقد شارك من تونس الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي التونسي السيد حمل الهمامي والأستاذ محمد جمور عن الحزب الوطني الديمقراطي، كما صدر نص موحد تحت عنوان إعلان الدار البيضاء حمل توقيعات التنظيمات العربية التالية: عبد الله الحريف النهج الديمقراطي المغرب، أبو أحمد فؤاد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حمل همامي حزب العمال الشيوعي التونسي، محمد جمور الحزب الوطني الديمقراطي التونسي، عبد الرحمن النعيمي جمعية العمل الوطني الديمقراطي البحريني، أنطونيو باربير اليسار الموحد الإسباني الأندلس، والسيد سلامة كيلا مفكر ماركسي. خلافا لما كان مقررا، لم ينعقد مساء الجمعة 6 أفريل حفل افتتاح مقر جامعة الحزب الديمقراطي بأريانا بشارع طيب المهيري، والذي كان من المنتظر أن تتخلله محاضرة حول ذكرى 9 أفريل 1938 كان سيلقيها الأستاذ أحمد نجيب الشابي، إذ حاصرت قوات كثيفة من البوليس السياسي مداخل الشارع ومنعت بالقوة دخول بعض ضيوف الحزب، لا سيما منهم السيد لطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين وعضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، مما اضطر قيادة الحزب ومناضليه إلى إلغاء الاحتفال والندوة والخروج إلى الطريق العام للاحتجاج على هذا المنع التعسفي واللا قانوني الذي يمثل حلقة جديدة في مسلسل محاصرة الحزب الديمقراطي التقدمي ومنعه من العمل السياسي الشرعي والقيام بمهامه الطبيعية في التأطير السياسي للمواطنين والتعريف ببرامجه. في إطار إعداد المؤتمر الثاني لحركة التجديد، تم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر المتكونة بالتناصف بين أعضاء الحركة والمستقلين، أي 38 شخص لكل مجموعة، مع التذكير أن الحركة تسعى لعقد مؤتمر مفتوح، وتم ذلك في اجتماع عام للمستقلين يوم 8 أفريل 2007، وعلى إثر اجتماع الهيئة السياسية لحركة التجديد يوم 9 أفريل، وتتركب الهيئة من أعضاء بالعاصمة وضواحيها وكذلك من الجهات.
دخل السيد محمد بن حسين إمام 38 سنة في إضراب عن الطعام بمدينة الدرديف بداية من يوم 2 أفريل مطالبا بحقه في الشغل، وهو متزوج ويقيم مع عائلته، وقد طالب عديد المرات السلطات المحلية بمساندته، ووقع هذا الإضراب تحت مساندة العديد من النقابات مثل التعليم والصحة ولجنة المعطلين عن العمل بالجهة. ستار مرحبا بك في قطاع الأخبار. هذه المرة تعليقا على الخبر، هو متداول القضية في فلسطين في الآونة الأخيرة تقريبا على كل الشاشات، رأوا الصراع بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، لكن فما أحداث جزئية تمر ولا أحد يكترث بها. وأنا حبيت نسألك بالتدقيق على آخر إجراء في الآونة الأخيرة اللي صدر، أنه قرار صدر عن وزير التربية الفلسطيني وهو تابع كما تعلم حركة حماس. هذا القرار ينادي بجمع وحرق النسخ المتداولة لكتاب قل يطير، وهي مجموعة من القصص الشعبية الفلسطينية. وقضية الحرق في التاريخ العربي الإسلامي معروفة، من حرق كتب ابن رشد إلى غيره. أنت كيف تقبلت هذا النبأ وكيف تفاعلت معه؟ في الواقع يعني العمليات الحرق للكتب اللي تمت عبر التاريخ واللي تضرب الأدمغة والمخيلة هي حرق مكتبة بغداد في 1285 من طرف المغول، يعني مع المتوحشين اللي جايين من آسيا. هذه ضربة تضرب العقول. العملية الثانية هي عملية حرق الكتب اليسارية والمتفتحة والنيرة اللي صارت في تحت ألمانيا النازية من قبل هتلر. والمرة الثالثة اللي تضرب الأذهان وتضرب معناها المخيلة بتاع الإنسان هي عملية اللي صارت في فلسطين المحتلة، يعني في الضفة اللي تديرها حركة حماس، واللي خصت كتاب من القصص الشعبية اللي ترجع إلى أكثر من 800 سنة. فمثلا الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ علي خليلي يقول أن هذه القصص الشعبية التي تم جمعها في الكتاب هي قصص تناقلها أهلنا خلال مئات السنين، وهي تجسد إلى حد بعيد روح شعبنا وقيمه الجماعية القائمة على الحب والعطاء والتضحية والتضامن الجماعي بين أهلنا. ولغة هذه القصص هي لغة شعبنا العامة الحارة البسيطة والصريحة. فأنا اللي شيء اللي حيرني أول كل شيء أنه هذه العملية تتم في وسط عربي وفي مجتمع عربي، ولا أحد إلا القلة النادرة جدا اللي احتجت ورأت في ذلك كبر الجريمة وكبر التزمت وكبر يعني الانغلاق والظلامية. يعني احنا نقدس الفلسطينيين لانهم يقاوموا من اجل ترابهم وكذا، لكن تحرير فلسطين سوف يتم. واللي يهمنا واللي يهم فلسطين ايضا هو ما هو المجتمع الذي سوف ترسيه حركة تبدأ من الان في حرق الكتب. لكن استاذ عفوا، في نفس التقييم، حركة حماس تعرف أنها في تم انتخابها بانتخاب بشكل ديمقراطي عبر مشاركة المواطنين الفلسطينيين في حد ذاتهم، اختاروا هذا الجسم السياسي للمشاركة في الحكم، والفلسطينيين مجال الاحتجاج متاعهم كان ضيق على هذه العملية بمعنى الحرق. لا أستاذ، أول شيء أنه الانتخاب الشعبي يعني لحركة حماس تم أساساً على أساس المقاومة للعدو الإسرائيلي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه من الخطأ أن نقول لم يكن هناك احتجاج شعبي، لأنه صارت مسيرات ومظاهرات. مثلاً المقال اللي قدام عينيه يقول أنه ولقد انطلقت في رام الله مظاهرة حضارية من الطراز الأول، ضمت الأدباء والمثقفين والمفكرين والمعلمين والمعلمات والطلاب احتجاجا على منع الكتاب واحتجاجا على نية الظلامية بحرق الكتاب. إحدى السيدات صارت في المظاهرة وهي تحمل لافتة كبيرة كتب عليها جدتي لم تكن بلا أدب وبلا أخلاق، لأنه
نية حرق أو حرق الكتاب في من قبل حركة حماس كان بدعوى أنه معادي للأخلاق ومعادي للأدب. فهذه السيدة تنادي تقول جدتي اللي كانت تقرأ هذه القصص وتسردها يمكن على أحفادها يقول لم تكن بلا حياة ولم تكن بلا أخلاق. وبعدين من هي حركة حماس؟ من هي أي حركة حتى تملي ما تعتبره من الأخلاق وما تعتبره منافي للأخلاق؟ يعني هذه نية التكفير اللي موجودة في كل الحركات الأصولية مهما كانت، حتى وإن كانت في موقع مقدس، لأنه حركة حماس موجودة في موقع مقدس ألا وهو تحرير الوطن. لكن هل تحرير الوطن يعني ينطبق أو يدعون إلى قبول بإرساء مجتمع ظلامي، مجتمع متزمت، مجتمع يعني تمحق فيه؟ لكن سيد طاهر، في البلدان العربية، مغلب البلدان العربية، الكتب تمنع من الدخول أو من النشر أو من التوزيع. ما الفرق بين نظام قائم مثلا بما في تونس وإلا في الخليج وإلا العديد من الدول العربية اللي تمنع الكتب اللي هي تنويرية وعقلانية؟ ما الفرق بين المنع من النشر والتوزيع والحرق؟ فما فرق رمزي هام جدا. طبعا منع الكتب هو من أتعس وسائل التعسف على أي شعب كان، من أبشع وسائل القمع. لكن في الحرب فما رمز الإعدام، مش المنع، مش الحجم. لأنه أنت من تمنع كتاب بطريقة أو بأخرى فأنت على الأقل يمكن يعني تقدر أو تحترم الكتاب والمكتوب، وإنما عندما تحرق فأنت تعدم، يعني تمحي من الوجود يعني مخلوق فكري وهو الكتاب. شكراً سي طاهر بن الحسين على هذا التعليق. السادة المشاهدين، إلى اللقاء في الحصة القادمة. مشاهدي قناة الحوار التونسي، أهلا وسهلا بكم في فقرة صحافة الأسبوع. ألقت أصداء إضراب نقابات التربية والتعليم بظلالها على أهم العناوين التي صدرت في الأعداد الأخيرة لصحف المعارضة وبعض الصحف غير النظامية. صحيفة الموقف نقلت على لسان الأساتذة: سنمضي في إضرابنا بكل عزم، حيث كتبت تقول: تنقسم المطالب المشتركة للمربين إلى مطالب مادية، ومنها منحة العودة المدرسية ومنحة التكاليف البيداغوجية وتحسين القدرة الشرائية التي تراجعت بنسب كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة، وأخرى ترتيبية ومنها الحق في العمل النقابي بمختلف المؤسسات التربوية وإعادة النظر في القوانين الأساسية وإشراك إطار التدريس في وضع التصورات والخيارات والبرامج التربوية التي تهم البلاد ككل. صحيفة مواطنون بدورها واكبت الحدث بطريقتها الخاصة في تغطيتها للندوة الصحفية التي عقدتها نقابات التعليم العالي والثانوي والأساسي. نقلت مواطنون ما جاء على لسان الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الشاذ الجاري قوله: لن يتم التراجع على قرار الإضراب الذي اعتبرته الأطراف النقابية ردا احتجاجيا على عدم جدية سلطة الإشراف، وخاصة بعد العرض الذي قدمته وزارة التربية والتكوين والذي اعتبرته النقابات عرضا استفزازيا والمتعلق بالترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية والذي حددته الوزارة بزيادة يتراوح مقدارها السنوي بين 25 و30 دينارا، أي بمعدل 80 مليم في اليوم.
وفي تعليقها على إقدام وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إتلاف معلقات خاصة بنقابة التعليم العالي في جامعة 9 أفريل، نقلت مواطنون أهم ما ورد في بلاغ النقابة الأساسية للمدرسين الباحثين بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس الذي ورد فيه: تستغرب النقابة، طلب السيد الوزير من عميد الكلية إزالة المعلقات النقابية المثبتة على السبورة المخصصة لهذا الغرض، وترى في ذلك تعد عن الحق النقابي، تندد بكل شدة بهذا الأسلوب لما يعنيه من مصادرة الحق النقابي المكفول دستوريا، تدين الطريقة التي خاطب بها الوزير السيد عميد الكلية. أما صحيفة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل فقد تحفظت على ذكر صفة وزير التعليم العالي في تعليقها على حادث إتلاف معلقات النقابة، فقد أوردت هذه الصحيفة خبرا مقتضبا في صفحتها الأولى عنوانته بمسؤول عال يصدر الأوامر بتمزيق بيانات النقابة، ورد فيها: أبلغتنا الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن مسؤولا عاليا بالوزارة أصدر أوامره بتمزيق بيانات الجامعة ونقاباتها الأساسية في الكليات والمعاهد ومنع تعليقها، ويبدو أنه هو نفسه الذي أذن بنشر مقال غير ممضى على الموقع الإلكتروني للوزارة. من جهة أخرى، منع النقابيون الجامعيون من الاجتماع في مقر كلية الأداب 9 أفريل، حيث ذهبوا لإبداء تضامنهم مع زملائهم ومع عميد الكلية الذي تمسك بتطبيق القانون واحترام الحق النقابي. موضوع آخر حظي باهتمام كبير في صحافة المعارضة، وهو رد جمعية القضاة الشرعية على اتهامات وزير العدل لأعضاء الجمعية في جلسة نيابية. الموقف نقلت رد أعضاء الجمعية الذي ورد فيه: إن مواقفنا من النقل التي سلطت علينا وعلى بقية زملائنا من أعضاء الهياكل الشرعية وناشطي الجمعية ليس رفضا منا العمل داخل البلاد لإيماننا الراسخ بمبادئ وقيم الجمهورية في العدل والمساواة من خلال تكريس حق كل المتقاضين بكامل الوطن في قضاء عادل يؤمنه قضاة نزهاء مستقلون أكفاء. إننا نؤكد هنا على أن رفضنا للنقل التي سلطت علينا وعلى بقية زملائنا إنما هو لما اتخذته تلك النقل من صبغة عقابية على خلفية نشاطنا بهياكل الجمعية وتحملنا لمسؤوليتنا في الدفاع عن استقلالها والتعبير على مشاغل ومطالب القضاة حول تنقيح قانونهم الأساسي بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وتكريس الشفافية في انتخاب نوابهم بالمجلس الأعلى للقضاء وتحسين ظروف عملهم المادية والدفاع على حرمة المحاكم. مواطنون تطرقت إلى الموضوع ذاته، حيث عنون الزميل أيمن الرزقي الخبر بقاضيات تونسيات يتحملن المسؤولية، نقل تعسفية وتجاوزات قانونية وقضاة محرومون من العدالة. وقد أوردت الصحيفة كذلك رد أعضاء جمعية القضاة الشرعية على اتهامات وزير العدل، ومن أبرز التساؤلات التي وردت في هذا الرد: كيف تسند القاضية كلثوم كنو الكاتبة العامة للجمعية خطة حاكم تحقيق بابتدائية القيروان رغم عدم الإعلان عن إحداث شغور في هذه الخطة، ورغم علم الوزارة بوضعيتها الاجتماعية الخاصة التي تجعلها في حاجة ماسة إلى سند عائلي؟ وكيف تنقل السيدة ليلى بحرية رغم ظروفها الاجتماعية الخاصة والصعبة إلى القصرين، والسيدة نورة حمدي إلى مدنين دون ترقية؟ كل هذه الأسئلة طرحتها بإلحاح القاضيات اللواتي دافعن بشجاعة عن استقلالية الجمعية دون إخلال أو إساءة لشرف القضاة على حد تعبير الصحيفة. يواصل مدير صحيفة أخبار الجمهورية حملته على ما يسمى التقارب اليساري الإسلامي، حيث عنون افتتاحية العدد 862 من الصحيفة: اليسار في تونس والحركة المقنعة بالدين. وقد كتب المنصف بن مراد يقول: سئلت مناضلة نسائية في المعارضة عن علاقتها بالحركة الإسلامية المسيسة في تونس فأجابت: هم ساندون وقت الشدة ونحن مجبرون على مساندتهم لا في أفكارهم ولكن في حقهم في النشاط. ثم عندما أطلعوا على بعض المقالات في بعض صحف المعارضة ألاحظ بكل استغراب مساندة اليسار لحركة الإخوان، وكأن اليسار ينتظر مساندة أصواتهم في صورة تنظيم انتخابات، بينما يستغل الإخوان اليسار ليكون لهم موطئ قدم في الساحة السياسية والإعلامية. ونختتم فقرة صحافة الأسبوع بخبر يبدو في ظاهره طريف ويحمل من الغرابة الشيء الكثير، ورد في العدد الأخير من جريدة الشعب: دورة المياه
ممنوعة بدون بطاقة تجميل. يقول مختصر الخبر: الكثيرون لم يصدقوا الخبر واعتبروه كذبة أفريل، خبر يتعلق بإجراء خطير جدا اتخذته شركة سايبورغس الألمانية المتخصصة في صناعة المعدات الكهربائية والمتمثل في تحديد شارة خاصة بدخول دورات المياه وفرض إرفاق الشارة ببطاقة الدخول والخروج كارد بوانتاج. أما عن طرائف الصور لهذا الأسبوع فلن نجد أغرب من أن يشبه لاعب كرة قدم نفسه بالكلب في محاولة لإغاظة جمهور الفريق الخصم، وقد اتخذت في حق هذا اللاعب عقوبة لا ترتقي إلى مستوى هذه الحركة اللا أخلاقية. إلى اللقاء في الأسبوع القادم. يعيش الفرنسيون هذه الأيام قبل أسبوع واحد من الدور الأول لانتخابات الرئاسة الفرنسية على وقع حملة انتخابية يشتد حماسها من يوم إلى آخر. قضايا المهاجرين عادت من جديد إلى السطح لتذكر بأحداث خريف 2005 التي يذهب البعض إلى وصفها بانتفاضة الضواحي، حيث أعاد اشتباك بين عدد من الشباب وقوات الشرطة بمحطة قطارات الشمال بالعاصمة باريس موضوعي الأمن والهجرة إلى دائرة الحملة الانتخابية. نيكولا ساركوزي مرشح الاتحاد من أجل حركة شعبية بادر بمقترح من أجل إنشاء وزارة للهجرة والهوية الوطنية في حال انتخابه. من جهتها رفضت مرشحة الحزب الاشتراكي سيغولين رويال هذا المقترح، متهمة خصمها اليميني بالجري وراء أصوات اليمين العنصري المتطرف. من جهتنا حاورنا بعض المهتمين بشؤون الهجرة لنستطلع رأيهم حول هذا المقترح. الغريب أن ساركوزي الذي يريد أن يزاح مقص اليمين هو ابن رجل مهاجر، أبوه كان مهاجر وأمه من الأقليات. لا يمكن أن نفهم هذا مثل هذه التصرفات أو مثل هذا الخطاب يصدر عن شخص هو بحد ذاته ليس له من القدم مئات السنين، عائلته ليست قديمة، على كل حال من جهة الأب ليست قديمة هذا القدم في فرنسا، وهو يمس مسألة حساسة، ومسألة الهوية والهوية والجنسية وعدم الموالاة الدوبل هي لا تمس فقط العرب، فهذا سيعود على ساركوزي بحد ذاته لأنه توجد فئات أخرى مثل الأرمن، الفرنسيين من أصل أرمني، أو بعض اليهود الذين يعتقدون أن إسرائيل بلدهم أو يحملون الجنسية الإسرائيلية أو جنسيات أخرى، أو غيرهم من الفرنسيين اللي يحملون جنسيات أخرى، ستعود عليه بالوبال، لأنها في عصر العولمة لم يعد حد لتحمل المسؤوليات. وأنت تعلم أني أنا شخصيا لا أمتلك جنسية إلا جنسية تونسية، لكن أدافع عن من لهم حق في تحمل جنسيتين أو أكثر لظروفهم، ولنا تحمل عديد الجنسيات لم يمنع إخواننا الفلسطينيين من أن يبقوا متمسكين ومتشبثين بوطنيتهم الفلسطينية، فكذلك فرنسيين من أصول أجنبية أخرى لن يمنعهم من الولاء لفرنسا أو معاداة فرنسا، بل هم يعتقدون والشباب يعتقد نفسه فرنسي صاحب حقوق كاملة. On l'a accueilli vraiment avec beaucoup de colère et beaucoup de révolte parce que associer la question de l'immigration à la question d'identité nationale, c'est une façon de dire, c'est une façon de flatter le repli,
le repli sur soi. Vous me posez la question sur Sarkozy. Bon, à la limite, c'est pas très étonnant, mais ça nous a aussi choqué que la candidate socialiste se place aussi d'une certaine façon sur ce terrain-là, en répondant par notamment à la question d'arborer le drapeau national comme on le fait aux États-Unis. Moi, je crois que si on est fidèle à Jean Jaurès, on se doit d'être internationaliste et on se doit de dire que la meilleure fierté pour un peuple, c'est quand il est capable d'accueillir ceux qui vivent à côté ou de l'autre côté de la Méditerranée ou à l'autre bout du monde. C'est un grand enjeu. Il faut faire de la question des démigrations un grand enjeu politique parce que la planète ne peut pas continuer à vivre comme elle tourne. Elle tourne mal. ربط الهجرة بالهوية الوطنية في فم ساركوزي هو شيء سلبي، لأنه المقصود به ولو هو أنه ما وضحش كل الخفايا نتاع المقترح هذا، أما اللي فهمناه واللي فهمته الأغلبية أنه يعتبر أنه هنالك مشكلة ما بين المهاجرين وخصوص المهاجرين الإفريقيين والمغاربيين والمسلمين والهوية الوطنية، يعتبر أنه الناس هذوما عندهم مشكلة مع الهوية الفرنسية، وهذا معناه غلط فادح، لأنه السؤال هذا ما طرحوهش المسؤولين الفرنسيين لما معناه ناداو الآلاف ومئات الآلاف من المهاجرين آنذاك معناه باش يدافعوا على فرنسا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ما طلبوش منهم هل ترى موافقين على الهوية ولا غير الموافقين. كذلك لما المهاجرين معناها ساهموا في بناء فرنسا في الستينات وفي السبعينات واللي هما كانوا معناها يمثلوا القسم الكبير من الطبقة الشغيلة ومن العمال اللي معناها اللي اعتمدت عليهم فرنسا باش توصل للمرتبة الرابعة ولا الخامسة معناها على المستوى الاقتصادي. السؤال هذا عمره ما طرحوه. وقت اللي ثم رياضيين من اصل مهاجر معناه يمثلوا الاغلبيه الساحقه نتاع الفرق القوميه في كره القدم، في السباحه، في في في, في الباسكت، في كذا، السؤال هذا ما عمرهم ما يطرحوه. يطرح فيه يعني يحاول ساركوزي يربط بين الهجره والهوية الوطنية كما قلت بكري، باش يزيد يخوف الناس، باش يزيد يقول ثم مشكلة، باش يقول الناس هذوما ماهمش بشر، الناس الكل عندهم مشكلة، جايين لفرنسا عندهم نية، ماهمش ناس معناها عندهم حقوق وواجبات كسائر الناس، ديما في نفس أما إذا كان أنا مانيش ضد وزارة للهجرة والمهاجرين، نظرا أنه معناها مشاكلهم عديدة، مشاكلهم متفاقمة. أما يظهر لي يلزم تكون وزارة الهجرة والمساواة في الحقوق، وليس معناها مع الهوية الوطنية. الهوية الوطنية معناها كل المواطنين عندهم نفس الهوية الوطنية. الهوية الوطنية حسب رأيي ليس مربوطة لا بالعرق، لا بالأصل، لا بالدين، لا بلون القشرة، معناها يكونوا كحل ولا بيض ولا صفر، مش هذا اللي فرقنا. الهوية الوطنية هي أنه هناك ناس شعب يسكنوا في نفس فوق نفس قطعة الأرض، تربطها معناها مبادئ في المساواة، في الحرية، في العدل الاجتماعي، في السلم. أن تكون الهجرة وقضاياها حاضرة بشكل كبير في الحملة الانتخابية أمر لم يستغربه الكثيرون، خاصة أن أحداث الضواحي في خريف 2005 أثارت عددا كبيرا من القضايا، أبرزها ما يعانيه المهاجرون والفرنسيون من أصل مهاجر من معاناة على صعيد التمييز، وخاصة لدى الشباب منهم، وأساسا على مستوى فرص الشغل. فكيف يتناول السياسيون في إطار الحملة الانتخابية هذه القضايا وماذا بقي من أحداث نوفمبر 2005؟ Déjà, les questions de l'immigration sont
d'une façon générale très mal posée, notamment par les grands candidats, évidemment en premier lieu par Monsieur Sarkozy, évidemment par Monsieur Le Pen, qui cherchent à faire des émigrés les boucs émissaires de tout ce qui va mal dans notre pays, mais jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les émigrés qui sont responsables du chômage, qui seraient responsables du déficit de la sécurité sociale. Les émigrés dans notre pays, quand ils viennent dans notre pays, c'est pour y travailler. Je veux rappeler que 90% des routes en France sont construites par des travailleurs émigrés, que 50% des logements sont construits par des travailleurs émigrés, et donc ces travailleurs, eh bien, ils ont une famille, ils cotisent à la sécurité sociale, ils payent des impôts comme tout le monde. Donc si on veut chercher des responsables, c'est pas du côté des émigrés qui souvent viennent dans notre pays chassés par la misère, parfois par les persécutions, et comme l'a dit José Bové dans un des spots de notre campagne électorale, la France doit accueillir les émigrés, on a besoin des émigrés, il faut bien les accueillir. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'au cœur de cette campagne, nous mettons la question de la régularisation de tous les sans-papiers, car on ne peut pas accepter que des gens aillent au travail ou aillent à l'école avec la peur au ventre de se faire chasser du jour au lendemain. شكون احداث نوفمبر باش تطلع اليمين ولا باش تثبت اليسار؟ هات نحاولوا نفهموها. شنو اللي صار هنالك؟ معناها آلاف من الشباب اللي عايشين في الأحياء الشعبية واللي هم من أصل هجروي عايشين مأساة كبيرة ياسر، عايشين في البطالة. معناها البطالة في الأحياء هذه، في الأحياء الشعبية، توصل 50-60%، وانت تعرف انه معناها معدل البطاله في فرنسا حول 8-9%. هنالك معناها دراسه قام بها المكتب الدولي للشغل، يقول انه هناك معناها تمييز في اللومبوش، تمييز في اللومبوش. 80% من الشبان من اصل عربي ولا من اصل افريقي يقع منعهم من العمل على خاطرهم اسمهم محمد ومامادو وفاطمة وإلى آخره. يعني هذه عنصرية معروف. مثلا إذا كان ناخذ قضية الأمن، صحيح أنه ثم بعض ديلانكونس معناها موجودة في الأحياء الشعبية، أما الحلول اللي جابها ساركوزي حتى من قبله، معناها الحكومة الاشتراكية اللي كانت قبلها، معناها الحلول اللي حطوها انه مثلا نجيبوا معناها كمين نتاع سي ار اس وليل ونهار هما يعسوا على الناس. تلقى واحد شاب مثلا يصير له كنترول من طرف البوليس 3-4-5 مرات، وتلقاه نفس البوليس، معناها اللي يعرف اسمه ويعرف وين يسكن. كيفاش تحب انسان بشر عادي انه معناها يجي يراقب البوليس هو ما هو عامل حتى شيء 4-5 مرات في النهار؟ كيفاش واحد ما يترشخش؟ كيفاش واحد ما يعملش الاعمال اللي قاموا بها، واللي بالنسبه لي هي انتفاضه ضد التمييز، انتفاضه ضد البطاله، انتفاضه ضد معناها انعدام ظروف سكن لايق. صار اللي صار. اش عملت الحكومة؟ قالت باش نعطي 100 مليون يورو، ما ريناش وين مشى. البطالة هي بيدها، إذا كان بخلاف معناها ديزيفي دانونس عبروا عليها المسؤولين وخصوصا سي ساركوزي ولا سي بورلو، إذا كان نشوفوا الوضعية ما تغيرت حتى شيء. ولذا معناها أخذ بعين الاعتبار الانتفاضة الاجتماعية الأحياء الشعبية اللي قاموا بها أولاد الهجرة هي معناها محاولة تلبية مطالبهم في الشغل، في التمييز، في السكن، في الدراسة. ما ريتش في برنامج لا ساركوزي ولا حتى سيغولين رويال أنه معناها مستعدة باش تمشي إلى جوسكو فون دي شوز وتجيب معناها حلول جذرية تقطع مع العوامل هذه. وإذا كان ما ثماش حلول يلزمنا نترقبوا أنه باش تلقى انتفاضات أخرى، لأنه ما نعرفش إنسان
عادي يجم يعيش في أحياء تحس عليها البوليس 24 ولا 24، فيها مراقبات، فيها إهانات، فيها بطالة، ما نعرفش شكون يجم، شكون مستعد باش يعيش في الظروف هذه. اللهم إنا ما صار حتى قتيل في الأحداث هذه. ممكن أنه أقصى اليمين اللي هو باني سياسته على التمييز ممكن يجم يستفيد منها، لأنه ما معناها الحل لتفادي الانتفاضات هذه هو في تلبية المطالب، وليس معناها في تقوية العنصرية، في تقوية معناها البوليس، في تقوية العلاج الأمني للقضايا هذه. أنا نعتقد أنه السياسي يلزم يكون صريح، ويلزم معناه يكون عنده مبادئ متاع عدل متاع مساواة وليس مبادئ متاع التمييز. وإذا كان هذا معناه يلزم شوية مدة لي يعني باش الناس تفهم حقيقة الواقع، ما يهمش، خير من يعني ماهيش حلول اللي جاي بها ساركوزي ولا اللي جاي بها لوبان يحب يطرد 4 ملايين مهاجرين، حتى البواخر ماهيش موجودة باش تهز تروح بالمهاجرين، هذا كلام فارغ. كيف ساركوزي معناها حلول نتاعو نتاع تخويف الناس ونتاع معناها نتاع تصرف كأنه معناها كأنه وقت الاستعمار، وإن كان تم أحياء مراقبة كما في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب، أنه كانت الأحياء الشعبية نتاعنا كانت فيها تواجد عسكري من باش يقمعوا، هذا مش حل، ما هوش حل. أنا رأى ما ثماش خوف لتدارك معناها المشاكل، وواحد يحاول يجيب الحلول اللازمة أمام هذا التحدي الذي يعيشه المهاجرون عشية الانتخابات الرئاسية. أي دور لجمعيات الهجرة وأي مبادرات يمكن أن تساهم في طرح القضايا الحقيقية للمهاجرين بعيدا عن التنميطات التي تفرض نفسها على الرأي العام، سواء من خلال خطاب السياسيين أو وسائل الإعلام؟ في الحقيقة المشاكل اللي تعرض لها المهاجر مشاكل عدة، اجتماعية، اقتصادية، سياسية. واحنا كاتحاد عمال المهاجرين التونسيين في فرنسا اتصالاتنا وعلاقاتنا بالمنخرطين وبالمواطنين بشكل عام تتمحور في الحملة الانتخابية هذه الفرنسية على أساس صبر الآراء للمواطن وتوجيهه نسبيا إلى المشاكل اللي يتعرض لها هو، على أساس يطرحها أساسا إلى المترشح الفرنسي وإلى الحزب اللي يمثله هذا المترشح أو ذاك. فبالتالي اللي لاحظناه كون المهاجر التونسي يتشكى، هذا معناها ما عدا التقييم تاعنا إلى مشاكل الهجرة، المواطن بيده واش يطرح مشاكله كمهاجر، فيه مشكلة المهاجر اللي من دون أوراق سكون أبالي كلاندستا، المهاجر اللي بأوراقه واللي هو في حالة معناها الآن برودكتيفيتي مازال في حالة شغل، والمهاجر اللي خرج في الرترات وإلا على أبواب الرترات. وبالتالي ثم عدة مشاكل، المشاكل بطبيعة الحال زد مع ذلك العنصرية، كونه المهاجر التونسي يطرح مشكلة ريغولاريزاسيون دي بابي، بالنسبة لليسون بابي، مشكلة معناها حلان أزمة السكن اللي تعرض لها المهاجر كأساسا، مشكلة الجيل الثاني والمستقبل متاعه من شغل ومن عدم التهميش، أي فتح الأبواب ليه في المؤسسات الكبيرة في الإدارة الفرنسية، لأنه الجيل الثاني جله يتمتع بالجنسية الفرنسية نظرا إلى كونهم مولودين هنا، والجيل الكبير اللي لاحقه واللي خذ الرتريت عنده مشكلة الرتريت متاعه، يا أما مش كاملة ولا يعني ناقصة، وإلا الرتريت لما يكون ما يروح يعديها في تونس يفرضوا عليه قوانين باش يكون دايما متواصل بفرنسا، وبالتالي دايما يجي لهنا باش ينجموا يوصلوا الكالبانسيون تاعهم تاع الرتريت تصبلوا. هذه كل المشاكل فهمتني اللي يطرحوها المهاجرين. جمعيات المنبثقة عن الهجر والتي تضم بطبيعة الحال جمعية التونسي بفرنسا وفيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين وجمعية العمال المغاربين بفرنسا
وجمعية المواطنين من أصل تركي، وجمعية المغاربة، المغاربة بالمعنى المغرب، المغرب بفرنسا لامف. هذه الخمس جمعيات في إطار نشاطها أولا قامت بمساءلة كل المرشحين وما عدا لوبان، وجهنا رسالة فيها 10 أسئلة، وهذه الأسئلة تتناول أولا قضية المواطنة، كيف، ماذا يريد أو ماذا يعد، بماذا يعد كل مترشح أو مترشحة من أجل أن يتمكن المهاجرون ممارسة مواطنتهم. ثانيا حول سؤال ثاني كان حول تساوي في الحقوق. ثالثا كما تعلمون أن في قضية التساوي في الحقوق في فرنسا غير واضحة، توجد ميادين سواء في الشغل أو من الناحية القانونية، المهاجرون ليست لهم نفس الحقوق. وأقصد بذلك مثلا لما يعود معامل مهاجر نهائيا إلى بلده الأم فإنه لا يتقاضى نفس القيمة فيما يخص المعاش كزميله الفرنسي، إلا بطبيعة الحال إذا كان متواجد في فرنسا، أو على سبيل المثال كذلك أن بعض الحقوق في الانتخابات المهنية العمل المهاجرون أو أرباب العمل الصغار ليست لهم نفس الحقوق كالفرنسيين. العمل المهاجرون هم يؤدون جميع الضرائب ويشاركون في النقابات، لهم الحق في الأحزاب إلى غير ذلك، إلا أن العمل المهاجرون ليس لهم الحق أن يرتقوا إلى أن يقع انتخابهم في محكمة العرف، لهم حق أن يكونوا ناخبين وليس لهم الحق أن يكونوا مترشحين. فيما يخص أرباب العمل الصغار في السنوات الأخيرة كان لهم الحق في الغرف التجارية أن يكونوا متواجدين ويساهموا في الانتخابات، السنوات الأخيرة ألغي هذا الحق، ونحن نطالب لهؤلاء هذه الشريحة من المواطنين المهاجرين أن يتمتعوا بنفس الحقوق كزملائهم لأنهم يساهمون في هذه الغرف بنفس الطريقة وبنفس الكمية المادية. فيما يخص التضامن الأممي، نحن طرحنا قضية التضامن الأممي، كيف سيتعامل الرئيس أو الرئيسة الآتية مع مسألة التضامن الأممي، هل يمكن أن يتواصل مثلا الأشياء التي طرحناها، يتواصل الوضع كما هو في فلسطين، هل يمكن أن يتواصل اجتياح أو تهديد والحرب ضد لبنان، وما يريد هؤلاء المترشحون من أجل أن يكتسب العراق استقلاله من جديد. تلقينا أجوبة من عند سيغونار رويال مرشحة الحزب الاشتراكي، من ماري جورج بوفي مرشحة الحزب الشيوعي الفرنسي، من بيزونسنو مرشح الرابطة الشيوعية الثورية، ومن جوزي بوفي مرشح المعادين للعولمة. أساسا وكانت إجاباتهم متساوية ومتقاربة جدا في أنهم يجيبون بصفة إيجابية، وخاصة في النضال ضد العنصرية وفي المساواة في الحقوق. لا يمكن تناول مسألة الانتخابات في فرنسا دون التطرق إلى استطلاعات الرأي. آخر هذه الاستطلاعات جاء بعلاقة مباشرة بموضوع تحقيقنا، حيث نشرت مجلة جونافريك صبرا للآراء عند الفرنسيين من أصل إفريقي، أهم ما جاء فيه هو أن سيغولين رويال تحصل عند المهاجرين من أصل إفريقي سواء كانوا مغاربيين أو من إفريقيا ما وراء الصحراء على نسبة من الأصوات تكاد تكون ضعف ما تحصل عليه عند إجمالي الناخبين، حيث تحصل على 57% من نوايا التصويت في الدور الأول، متقدمة على كل من بيرو وساركوزي بكل من 19 و11%.
أما في الدور الثاني فتحصل على نسبة 85% إذا كان خصمها ساركوزي و83% إذا واجهت بيرو. في الختام توجهت قناة الحوار إلى مقهى تونسي بحي شعبي بباريس، فكان لقاء مع المهاجرين حول موضوع الانتخابات. نترككم مع إجاباتهم وإلى لقاء في تحقيق قادم. والله المشاكل كثيرة، مثلا لي سون بابي كوا أول مشكل، فاهم يعني من شخصية ما عنيش منها، مي معنا الانتراج، المشاكل العنصرية، مشاكل الخدمة. يعني نرشح سيغولان رويال. أول حاجة هو مشكل الجيل نتاعنا، خاصة التعليم والشغل والهجرة والله بصفة عامة، وسكن، فما مشكل حتى الصحة، وفما عنصرية واضحة، وخاصة من حوادث معنا 11 سبتمبر تغيرت الوضعية في فرنسا. الفرنساوية هي البالوتاج، يلزم الجيل نتاعنا يفوتي في أقرب وقت. طبعا يجب يكون فما هدف، يجب يكون اندماج الجالية في بعضهم قبل الانتخابات، تقع اتصالات وكوميونيكاسيون بالإعلام العربي، خاصة بالإعلام معنا المحلي، مش نعرفوا شكون نبوتيو، مش ما نخسروش فرصة أخرى الجيل اللي جاي من بعد إن شاء الله. حسب ما شفنا اليوم هو بيرو إنسان محافظ وإنسان يغزر البعيد. برشا مشاكل، مي نشوف أن مش المشكلة الوحيدة هي الهجرة، أما برشا مشاكل في فرنسا، مي هم حطوا يعني المهاجرين والهجرة هم الضحية، معنا فهمتني، حبوا يستغلوا برشا نقاط باش يمرروا معنا مشاريعهم، فهمتني. مي مشاكل في فرنسا مش هجرة بركة، فهمتني، يعني اقتصاديا وسياسيا، فهمتني. وإحنا المهاجرين كمهاجرين عندنا مشاكل، استنوا معنا والله في امور خدمه، في امور شهريه، فهمتني، لان السالير معنا عندنا برشا ندفع، برشا ديزامبو، برشا مشاكل، فهمتني، اداءات، وما احنا معنا نروحوا بس الدنيا غاليه، الدنيا فهمتني، يعني امورنا الماديه هي اللي مشكله. والله صراحه انا ما نشوفش، في كل ما نشوف شيء واحد يعني مؤهل باش يكون رئيس، فهمتني، يعني كلهم ما عندهمش برنامج واضح، فهمتني، ما نشكون باش يصلح الوضعيه الموجوده. يعني صحيح كيف ما قلت لك، يعني اللي انا نشوفه اقرب معناه هو بيروت، فهمتني، يعني انه نشوف انا متوسط، يعني معتدل، سياسه معتدله، فهمتني. العنصريه في اي كان، معناها في المهم حتى باش تكري دا افضل شيء، نشوفك عربي ما يوافقوش في الخدمه، باغي كيف كيف نفس المشكل، مش نفس المعاملة، يعني مش كيما يتعاملوا مع الفرنسي كيما يتعاملوا مع واحد معناها الاترانجي، ميم سي ليني معناها لهنا سي توجور عندهم اترانجي، فهمت. بون هو كيما نقولوا احنا في الهم عندك ما تختار، فما سيغولين انا بلوز او موان، فهمت. يعتبر موضوع عزوف الشباب عن العمل السياسي والاهتمام بالشأن العام من المواضيع التي أسالت ولا تزال تثير الكثير من الحبر، فأغلب أحزاب المعارضة تشكو من نقص رهيب على مستوى تشبيبها وضخ دماء جديدة فيها، خاصة تلك التي تسعى إلى تقديم بديل للشعب التونسي عن الأوضاع الخانقة التي يتخبط فيها. في برنامجنا سنحاول تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال استجواب مجموعة من المهتمين بالشأن السياسي ودور الشباب في التغيير الفعلي من خلال
خلال التطرق إلى أسباب ومظاهر هذا العزوف والدور الموكول إلى النخب لإيجاد حلول لهذه الظاهرة التي ما فدأت تتفاقم يوما بعد يوم. في حلقتنا الأولى طرحنا مجمل هذه الأسئلة على لمجد الجملي، وهو شاب تونسي متحصل على الأستاذية في الفلسفة وعضو سابق في المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، كما أنه ناشط فاعل في المنتدى الاجتماعي التونسي للشباب وله إسهامات عديدة في الصحف. لمجد الجملي فتح لنا صدره فكان لنا معه الحوار التالي. أنه في اعتقادي أنه القضية تطرح من زاوية مغلوطة، باعتبار أنني لا أرى أن هناك عزوفا للشباب عن العمل السياسي بقدر ما هناك إهمال من الشأن السياسي أو من القائمين على الشأن السياسي لعدم لقضايا الشباب. هناك إهمال أو عدم معرفة أو جهل أو تجاهل لأهم القضايا التي تهم الشباب. إذ أنه السؤال الذي يجب طرحه، كيف يمكن للشباب التونسي أن يهتم بالشأن العام وأن يهتم بما تقوم به الأحزاب السياسية وأن ينخرط في الأحزاب السياسية أو في المنظمات أو الجمعيات دون أن تكون هذه الأحزاب وهذه المنظمات وهذه الجمعيات بصدد تقديم مادة أو بصدد الاهتمام بقضايا الشباب؟ نحن نعرف أن أغلب القائمين على الأحزاب السياسية، وهذا للأسف يعني سواء تعلق الأمر بحزب السلطة أو الحزب الحاكم أو بالأحزاب المعارضة أو بالجمعيات أو بالمنظمات، أغلب القائمين على هذه المنظمات وعلى هذه الفضاءات وعلى هذه الأحزاب هم من جيل ليس هذا الجيل، ولا يعرفون القضايا الفعلية والحقيقية، وهم غير واعين أو مقصرين في التعاطي. يعني هناك تفاوت، يعني هناك من هو غير واعي وهناك من هو واعي ولديه الإمكانيات ولكن اختياراته السياسية لا تتناسب مع الشباب، ولكن هناك أيضا من هو واعي وليس له إمكانيات لطرح القضايا الفعلية للشباب، وهناك من هو لديه الإمكانيات ولكنه يعوزه الفهم، يعوزه التواصل مع هذه القضايا. يعني المسؤولية مشتركة ما بين السلطة والأحزاب في المعارضة، يعني عدم قدرة خطاب على استيعاب الشباب. طبعا هناك هذا الجانب، يعني المسؤولية مشتركة بالطبع. بالنسبة للحزب الحاكم له كل الإمكانيات من أجل المالية وكل ما يستطيع من خلاله أن يقوم بدور في تأطير الشباب التونسي وفي الإحاطة به وفي رعايته، غير أن سياساته واختياراته السياسية، رغم أنه يمتلك أكبر منظمتين شبابيتين في تونس اللي هما منظمة طلبة التجمع ومنظمة الشباب الدستوري، ولكن هذين المنظمتين لا أعلم أنا كشاب أنهم بصدد أنهم بصدد القيام بدور كبير في الإحاطة بالشباب، وحتى الشباب موجود هناك يعني سياسيا من حيث الفعالية السياسية ومن حيث قدرته في التأثير وفي الاستقطاب لا يعتمد على وسائل قائمة على الإحاطة بالشباب وعلى طرح قضايا الفعالية بقدر ما يعتمد على ما لديه من إمكانيات مالية لتقديم ربما يعني لتقديم يعني طبق سياسي من درجة أخرى ومن نوعية أخرى لا تتلائم مع القضايا الفعلية لأغلب مكونات الشباب التونسي. بالنسبة للمعارضة المسألة تطرح من زاوية أخرى. بالنسبة للمعارضة، أولا هناك معارضات، وهناك معارضة، تعلم أن هناك المعارضة البرلمانية وهناك غير البرلمانية، هناك القانونية وغير القانونية، هناك المعارضة الجدية التي تطرح على نفسها أن تقوم بدور وأن تكون بديلا من البدائل المحتملة للسلطة، وهناك معارضة تكتفي بما لديها وربما تقرف أصلا ولا ترغب أصلا في التعاطي بجدية مع قضايا الشباب، بل كل ما يذكرونه كل ما لا يتذكرون الشباب إلا عندما يتعلق الأمر بالحملات الانتخابية تعليق صور وللقيام يعني بالأعمال التي ليس أو ربما في أحيان في بعض الندوات لملء القاعات، فهمتني، وحتى يكون لدينا صور جميلة في آخر الندوة، بينما لا يوجد يعني عمل حقيقي يقوم به من أجل استقطاب شباب أو من أجل أن يكون الشباب فاعلا في هذه الأطر. الأحزاب المعارضة تحمل يعني كل يعني السبب في عزوف الشباب عن العمل السياسي أو حتى الاهتمام بشأن العام، تحمل السلطة يعني بقصة وافر المسؤولية، لأن السلطة تحتكر كل وسائل الإعلام السمعية والبصرية وحتى على الصحافة، كذلك دور الثقافة، يعني هناك تسييس لكل مهم ثقافي بطرف
السلطة لغاية منع أحزاب المعارضة الاتصال بالشباب؟ طبعا في جانب منه هذا صحيح، في جانب منه نحن ما زلنا في تونس في إطار يعني، ولا إن خرجنا من الحزب الواحد فنحن في إطار الحزب المهيمن. هناك قضية كبيرة في تونس وهي قضية معضلية ولا تهم هذا الجانب فقط بقدر ما تهم جميع جوانب الحياة العامة والخاصة في البلاد، وهي تداخل الحزب مع الدولة، وهذا أمر يعني صحيح. ولكن أن يتم تفسير كل شيء وفقا لهذه القراءة فهذا مغلوط. أنا لست من الذين يعتبرون أن كل ما تتعرض له البلاد، كل جوانب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وكل المشاكل التي تتعرض لها مختلف فئات الشعب التونسي سيما الشباب، أنا لست من القائلين أن السلطة هي المسؤول الوحيد عن ذلك. طبعا السلطة بكل لديها من إمكانيات ومن تاريخ ومن إرث في يعني في كونها كانت تواصلت السلطة في تونس. من أنا ديما أعود إلى مؤتمر 34 الذي وضع الملامح الأساسية لحزب الدستور، ومن ذلك الوقت إلى الآن ونفس الحزب هو الذي يحكم، ونفس الحزب هو الذي يحكم بكل ما تعنيه كلمة حكم، من السيطرة على مقدرات البلاد، من توظيفها، من وضع السياسات الكبرى، من وضع كل شيء، وهذا بحد ذاته يجعله صاحب المسؤولية الكبرى في كل ما تحقق سواء من مكاسب أو من سلبيات، وهذا أمر موضوعي ومنطقي. بقي أنه في كل البلدان وحتى في البلدان التي وجدت فيها أنظمة شبيهة بالنظام التونسي أو التي وجدت فيها أنظمة أشد تسلطا من النظام التونسي، المعارضة يبقى لها أو المعارضات يبقى لها دور خاص، وعليها أن تتوفق دائما في أن تلعب هذا الدور بقطع النظر عن كل العراقيل التي تضعها السلطة في وجهها. السلطة تنصب العراقيل، هذا أمر طبيعي، والمعارضة تتخطى هذه العراقيل وهذا أمر طبيعي. نحن لدينا معارضة للأسف أو معارضات غير قادرة على تخطي العراقيل، وهذا تتحمل هي جزءا من المسؤولية فيه فيما يتعلق بأدائها، فيما يتعلق بتوظيفها لإمكانياتها وإن كانت هذه الإمكانيات قليلة، فيما يتعلق بخياراتها وبإنعزالها عن الشعب التونسي. ولكن في الوقت مع عجز المعارضة على استقطاب ولو يعني الجانب المحدود من الشباب، في الجانب الآخر أنه التيارات الأصولية والسلفية تنجح كل مرة تشتت عرسها وتستقطب يعني أعداد كبيرة من الشبهات اللي يتحقوا بها يعني ويقاوش صعوبة كبيرة. بما تفسر يعني هذا الفرق؟ طبعا السؤال هذا وجيه برشا، ولكن علينا أن نتنبه إلى أمر. يعني أنا الإجابة متاعي تقوم على التنبيه إلى أمر مفاده أن الحركة الأصولية في حملاتها الدعائية وفي مناهجها لاستقطاب الشباب لا تقدم دعاية سياسية، إنها لا تستقطب بالنظر إلى برنامج سياسي، بل تستقطب بالنظر إلى المشترك بين عموم التونسيات والتونسيين وهو الديانة الإسلامية. إنها تظهر، وهذا تاريخها كله يعني في تونس، ولا لك أن تعود إلى الأخوة المسلمين في مصر، لك أن تعود إلى حركة طالبان في فرنسان، لك أن تعود إلى بين ظفرين يعني الثورة الإيرانية، إلى كل الحركات الإسلامية التي قامت في الوطن العربي والإسلامي، هي حركات تبدأ دعايتها بالجانب الروحي، توظف الجانب الروحي، توظف معتقدات المسلمين والمسلمات، معتقدات الشعب التونسي، من أجل أن تضع الشاب التونسي في إطار بين ظفرين، إطار طهري، إطار يعني يقوم جوهر الدعاية فيه على العودة إلى الجادة، إعادته الجادة، إعادته إلى الأصول، إعادته إلى كذا. وانطلاقا من ذلك هي لا تنجز مواطنين يهتمون بالشأن العام، بل تنتج ما يشبه يعني الحلقات المغلقة ما يشبه المغلقة على نفسها، والتي بمجرد أن تنخرط في هذه الحركات تنعزل عن الشأن العام، وهي لا تنخرط في الشأن العام، لا تنخرط في قضايا البلاد بقدر ما تنخرط في معاداة بقية الشعب باعتباره من الذين لم يثوبوا بعد إلى رشدهم. والجملة هذه من يثوب بعد إلى رشدهم يتراوح فيها بين الضال وبين العاصي إلى أن نصل إلى الكافر، فتصل أن فتجد أن منه شاب تونسي تتكلم أنت وياه كيف تجالسه في المقهى، يحكي لك على مشاكله، يحكي لك على صاحبته، وفجأة يتصل به أحد المرشدين بين ظفرين
أنا سنعتبرهم مضلين وليسوا مرشدين، يتصل به واحد من الجماعة هذوما فيصبح بعد ذلك معناها يتبدل طريقته في الخطاب معك، يتحاشاك، تسأل السؤال اللي كان يجاوبك عليه البارح بضحكة وابتسامة وكذا، يقول لك خويا سامحني أنا بالله يا رب ماذا بينا ما نحكوش فيها المواضيع هذه شيئا فشيئا. يعني نحن بصدد خسارة جزء من الشباب التونسي لصالح هذه الحركات، وليس صحيحا أن هؤلاء الشباب يصبحون مهتمين بشأن عام، بل هم ينتمون إلى فضاءات مغلقة ومعادية لفكرة الشأن العام أصلا. إذا كانت الحركات الإسلامية تنجح في استقطاب الشباب لأنها تلعب على المشاعر الدينية في حين أن الاتجاهات اليسارية تخاطب عقل الشاب، لماذا تعجز هذه الاتجاهات اليسارية على الوصول إلى عقل الشاب؟ ربما لأنها ظلت الطريق إلى عقول الشباب، ربما لأنها ظلت الطريق، لأنه لا يكفي أن نقول أن الحركات اليسارية أيضا وهذا أقوله بكل مرارة ليست بالضرورة بصدد مخاطبة عقل الشاب وليست بالضرورة متخلصة، هناك أيضا نظرة بين ذفرين روحانية يسارية، هذا كلام قال منذ السنوات الخمسين، هناك من معناها منذ السنوات الخمسين نبه إلى بين ذفرين ميتافيزيقا اليسار، إلى البنية المفارقة، البنية غير الواقعية لعديد الخطابات التي تنتسب إلى الفكر المادي أو الفكر اليساري أو الفكر الماركسي. هذه الخطابات وإن أرادت وإن كان مشروعها مشروعا يعني مواطنيا يعني يقوم على أن يكون للمواطنين حقوق وأن يكون لهم قوانين شاركوا في صياغتها ويقوم على الحكم الجمهوري اللائكي الذي يقوم على التوازن بين السلطات والفصل بين الحزب والدولة وكذا، إلا أنها في أحيان كثيرة ارتبطت بإيديولوجيا لم تنجح في تطويرها ولم تنجح في جعلها مواكبة لمنطلقاتها وأهدافها. فانهيار جدار برلين في رأيي حدث ما زال البعض لم يعي أنه حصل، هناك البعض الذي مالوريزمون ما زال يقيم في العالم ذي الثنائية القطبية لم ينتبه إلى أن القرن العشرين انتهى لصالح أمريكا. يعني في ظل هذه القتامة الوضع اللي يعيش الشارع في تونس من جهة السلطة ومن جهة قصور يعني محدودية خطاب المعارضة من جهة أخرى هجمة التيارات الأصولية، ما بديل لمجد الجميع في كل هذا؟ والله أن تقول قتامة أنا بون الشباب التونسي أعتبره على عربيا وأفريقيا لا أعتبره يعني ليس وضعيته ليست أسوأ بكثير من وضعيات عديد الشبان في البلدان العربية والأفريقية، ولكن البدائل أنا أراهن بون ليست لدي بدائل جاهزة ولكنني أراهن على وجود منظمات شبابية قوية. الشباب ربما يكون من الصعب لدى على الشباب التونسي أن يلتحق بالتركيبة القائمة في تونس من منظمات وأحزاب وغيرها، ولكن ربما يكون البديل هو في إنشاء في السماح بإنشاء فضاءات شبابية يؤمها الشباب يؤطرها الشباب. وكنت في مقالات سابقة نشرتها بصحف يعني معينة تكلمت عن الانتقال، ضرورة الانتقال من مفهوم تأطير الشباب إلى مفهوم الشراكة مع الشباب. دور الثقافة التي تكلمت عنها أنت منذ قليل أنا كنت اقترحت ومتمسك بهذا المقترح أن يتم إدارتها من قبل فلا يضع مديرا من أي حزب يرونه صالحا وموالي لأي فكر يرونه صالحا، ولكن يكون مع هذا المدير مجلس شبابي لتسيير دور الثقافة والشباب، أن يتم أن تكون قضية تشغيل الشباب مثلا وهي قضية مفتاح في كل الوضع في الشباب وأصحاب الشهادة خاصة، أن تكون هذه القضية بيد منظمات شبابية أيضا. الدولة تؤكد في كل مناسبة على قضية أنه يتحمل المسؤول المجتمع المدني، يلعب ضرورة أن يتحمل المجتمع المدني دوره في المسائل الاجتماعية وفي قضايا التشغيل وكل القضايا الأخرى. أنا أرى أنه في هذا السياق من الضروري أن تكون هناك منظمات وجمعيات تقوم بدورها ولها تصور في مثل هذه القضايا، وهي تلعب دورها في تأثير الشباب وفي حملهم إلى جملة من الحلول. إذن بشكل عام هناك عديد من المقترحات، هذه المقترحات يجب أن نكون لدينا الجرأة
الجرأة لدى الجميع، لدى السلطة ولدى الأحزاب المعارضة ولدى المنظمات القائمة والجمعيات في أن تقتحم مرحلة جديدة، مرحلة الإنصات الفعلي لقضايا الشباب، مرحلة الإعطاء الكلمة للشباب دون خوف ودون خجل حتى لا نسقط في يعني صراع وتناحر أجيال، وحتى لا نسقط في أن يكون الشاب التونسي مستقبل هذه البلاد، علما وأن التركيبة العمرية معناها لتونس هو بلد شاب يعني معدل الأعمار لا يتجاوز فيه 38 سنة، فإذا كان شبابه مهددا فأن مستقبل البلاد بأسره هو مستقبل مهدد ومستقبل غير واضح. إذن الحل هو في الشراكة مع الشباب، في إعطاء الكلمة للشباب والاعتراف له بحق الخطأ، حق الخطأ وحق النقد وحق الاحتجاج. إذا كان الشباب التونسي غير قادر على الاحتجاج وعلى التعبير على الأوضاع متاعه بطرق سلمية وبطرق يراه هو ناجع، فإنه بالضرورة لن يتمكن من الدفاع عن رأيه، وبالتالي سنظل نتحرك في محيط من الجهل والغموض وعدم التفاهم. أنا أراهنك في أن الشباب التونسي قادر على تحمل كل المسؤوليات بما فيها رئاسة الجمهورية. القضية ليست قضية عجز خاص أو تركيبة خاصة للشباب، وأنا أقدم لك أدلة على ذلك. طبعا هناك فئات من الشباب التونسي لجأت إلى الحلول التي ذكرتها، ولكن الفئة الأكبر من الشباب التونسي هي فئة متعلمة، وهي فئة قادرة على التعاطي مع أرقى معناها مع أحدث مكتسبات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهناك فئات كبيرة من الشباب التونسي كسبت قبلت بالرهانات وفضلت أن تجد عملا لا يتلائم مع تركيبة تكوينها الجامعي، وفي ظروف سيئة وفي ظروف صعبة وبأجر أقل من طموحاتها بكثير، ولكنها ما زالت موجودة في هذا البلد. هذا الشباب التونسي طبعا الحل السهل أن نقول أنه شباب غير قادر على تحمل المسؤولية، ولكن ما الذي فعلناه؟ ما الذي فعلته كل الهيئات القائمة في تونس سواء في السلطة أو في المعارضة حتى يكون هذا الشباب قادر على تحمل المسؤولية؟ ما الذي فعلته هذه الهيئات؟ هذا هو المطروح. نفس الحجة تقدم دائما حين أحيانا في قضية الديمقراطية، حين تسأل الشعب التونسي يقول لك أن الشعب التونسي غير مؤهل للديمقراطية. ما الذي قامت به هذه البلاد؟ ما الذي قامت به الجمهورية بكل ما تعنيه من مؤسسات ومن دستور ومن أموال ومن إدارات ومن أحزاب ومن منظمات؟ ما الذي قامت به على امتداد 50 عاما الآن ونحن سنحتفل في جويلة 2007 بعيد الجمهورية؟ ما الذي بالذكرى 50 لتأسيس الجمهورية التونسية؟ ما الذي فعله كل هؤلاء حتى يكون الشعب التونسي قادرا على أن يكون في مستوى الديمقراطية؟ ورغم أنه قادر على أن يكون في مستوى الديمقراطية، والشعب التونسي نحن الدولة والعديد يفخرون بأن الشعب التونسي يعني من الشعوب الراقية وهو جدير بكل شيء، وأن تونس من مصاف الدول المتقدمة. كيف يمكن أن تكون تونس من مصاف الدول المتقدمة في وقت تكون فئة نتهم فيه شعبها أو فئتها الشبابية بأنها غير قادرة على تحمل المسؤولية؟ نحن نحظى بنظام تعليمي رغم كل مساوئه يدرس الفلسفة ويدرس التاريخ ويدرس علم النفس ويدرس علم الاجتماع ويدرس الإعلامية ويدرس كل معناها، وهذا راه أمر ساعات نحن التوانسة تعودنا نعتبره أمر طبيعي، راه غير طبيعي. راه في السعودية من حكاية أخرى تماما، أصول الفقه كهو توفى غادي الحكاية، في عديد البلدان الأخرى الفلسفة حرام. فهمتني؟ نحن شعب يعني متعلم، نسبة الأمية فيه معناها ناقصة برشا بالنظر إلى المستويات العربية والإفريقية، نسبة التمدرس فيه مرتفعة، نسبة الجامعيين فيه مرتفعة. بقي القضية في تونس توظيف الطاقات، وأنا أعرف ومتأكد وأنت تعرف والمشاهدون يعرفون أن الشعب التونسي أن الدولة تصرف أموالا طائلة وأساسا في القضايا الاجتماعية لتأطير الشباب، ولكن السؤال الذي يطرح هل أن هذه الأموال بصدد الذهاب إلى من يستحقها فعلا؟ هل أن البرامج وكل الدعم المرصود للمستثمرين هل يرتبط بالقدرة العالية التي هل تطالبهم الدولة بإحداث أنكونتر بارتي يعني إحداث مواطن شغل قارة وفي ظروف يعني طبيعية؟ ظروف طبيعية يعني ظروف تخضع إلى مقاييس يعني الدولية والوطنية للشغل.
هذا هو السؤال المطروح. إذن السؤال المطروح اليوم في شأن مسؤولية في الشباب، وأنا كشباب مبدع في تونس، لماذا لا تذكر مثال الشباب معناها السينمائي الهواة في تونس؟ لماذا لا تذكر فرق المسرحية الشابة في تونس؟ لماذا لا تذكر معناها الشباب الذي يريد أن يساهم والذي له رأى؟ لماذا لا تذكر الشباب الذي معناها يمر بالاتحاد العام طلبة تونس في الجامعة؟ الشباب الذي اختار اليوم أن يناضل بطرق سلمية من أجل حقه في الشغل؟ هناك عديد المحاولات، ولو أنها معناها محاولات محتشمة ومازالت محدودة لبناء تنظيمات شبابية معناها تدافع على قضايا الشغل وكذا، فهمتني؟ هذا الكل يعكس أن الشباب التونسي يعيش واقعه، فهمتني، ويحاول أن يتفاعل معه. وهناك حتى شباب مبدع في مجال الموسيقى، معناها هناك شباب اليوم أنجز موسيقات جديدة ورقصات جديدة على مثال الهيب هوب تونيزيان وغيره، فهمتني؟ الشباب هذا الكل بصدد التفاعل إيجابيا مع واقعه، فهمتني؟ وهو معناه من حق البلاد هذه، من حق البلاد هذه، من حق معناه على البلاد هذه أن تعيره أذنا صغيرة فقط، وأن يتم طرح ملفاته بأقصى درجات الشفافية في كل المستويات، في مستوى المالي، في مستوى أحيانا معناه برشا دي جون تونيزيان تري كومبيتون يحبوا ينتصبوا للحساب الخاص أو يحبوا يشتغلوا في التعليم الثانوي أو في غيره، وبتقرير معناه أمني من عمدة أو معتمد وكذا أو معناه عون أمن يحال إلى بطالة أبدية، فهمتني؟ دونك هذا هو المشاكل المطروحة على البلاد هذه، وهي جزء من نمو وتطور البلاد، وعلى البلاد أن تحلها أحبت ذلك أم أبد. معناها لا يمكن التقدم، لا يمكن لبلد أن يتقدم بطاقات مشلولة أو ببعض الطاقات المشلولة والمجهودات التي تبذل في هذا الاتجاه إذا لم تمضي في الاتجاه الصحيح، فمن الممكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية قائمة أساسا على عدم ثقة الشباب في منظومة القوانين وفي المؤسسات القائمة التي تريد أن تتبنى مشاكلهم. إذا كان مسؤول ما تنجمش تحاسبه، فما تنجمش تكون عندك في ثقة. إذا كان برنامج لا يقدم لك على أنه من حقك ويقدم لك على أنه مزية وعلى أنه يلزم في آخر المطاف تمر بتقرير أمني وسياسي معناها باش تعمل، وهذا موجود له ولا داعي معناها للعناد ولا يوجد أدلة واللغة الخشبية. إذا كانت بلدا تريد أن تتقدم فعلينا أن نقلع عن استعمال اللغة الخشبية والخطاب المولع بنفسه المغلق حول نفسه. هناك مشاكل ويجب أن نتكلم بشأنها، يجب أن نضعها على الطاولة بكل جرأة، فهمتني؟ هذا شرط من شروط يعني حلان هذه المشاكل. كل ما أريد أن أقوله ربما هو كون هذا البلد بلدنا جميعا، فهمتني؟ وما فماش في الأنظمة الجمهورية لا يوجد السابقة أو سلم للعطاءات، ولا يوجد سابقة، ولا يوجد معناها من معناها حظوة خاصة لأي كان من المواطنين. الشباب التونسي جزء من هذا الشعب التونسي، وهو جزءه الأكبر عددية والأكثر تأثيرا على مستقبل هذه البلاد. وإذا لم يأخذ هذا البلاد نصيبه من هذا الشباب نصيبه من التنمية كاملا، ونصيبه من الثروة الوطنية كاملا، ونصيبه وإذا لم يمارس دوره كاملا في صياغة ملامح مستقبل البلاد، فإنه لن يكون هذا المستقبل محل ثقة من هؤلاء الشباب. معادلة الثقة في المستقبل تمر بتشريك الشباب، تمر بأن يكون الشاب التونسي يشعر فعلا أنه تونسي وأنه شلوي، être fier d'être tunisien et être fier qu'on est chez nous، فهمتني؟ وهذا أمر الآن كلفته ليست باهظة، ولكن قد تكون كلفته في المستقبل أبهظ بكثير مما هي عليه. كانت هذه مصافحة أولى من جملة الاستجوابات والأراء التي رصدتها لكم قناة الحوار التونسي. في الأسبوع القادم ستكونون على موعد مع الجزء الثاني من البرنامج برفقة شخصية جديدة نادرا ما تتعامل مع وسائل الإعلام. انتظرونا في الأسبوع المقبل، ودمتم أوفياء لقناة الحوار التونسي، قناة كل التونسيين.
هشام عبد الصمد، مرحبا بك على قناة الحوار التونسي. أنت معروف في السبعينات في صلب الحركة الطلابية ومؤتمر 18 خارق العادة وما شهدته تونس من اعتقالات في صفوف الحركة الطلابية اللي هي بعدش انطبعت بطبع ما يسمى بالعمل التونسي، ثم هجرت إلى فرنسا. نجمش حدثنا على الفترة قداش عندك في فرنسا وشنو تشعر به في الهجرة؟ ما الذي تغير تحديدا في هشام عبد الصمد بين تونس وهجرة طويلة؟ تلخيص يظهر سريع شوية لما حال ما بين الاعتقالات والعمل التونسي والحركة الطلابية وفرنسا، لكن كله مش غلط. اللي تغير، اللي تغير ممكن أني انتقلت من فضاء إلى فضاء آخر، واللي تغير هو ممكن تعاملي مع المشهد الديمقراطي في فرنسا. كما قلت أنت، من اللي عشته في تونس معناها في فترة السبعينات حتى خديت الأستاذية، خاطر هجرتي كانت متأخرة شوية بعد سنوات من الطرد من الدراسة، ما كانش حقيقة تعامل مع نظام ديمقراطي وقتها، رغم اللي توا نحنوا له شوية بارابور اللي واقع اليوم. لكن كيف جيت في فرنسا تعلمت أني ننسب ياسر أشياء في تعاملي مع العالم، في نظرتي للأشياء، في نظرتي للسياسة، في نظرتي للمجتمع، وبالتاتر في نفس الوقت زاد ممكن نوع من الابتعاد عن الحلبة السياسية نظرا لممكن وجودي في فضاء معناها خلاني نشوف الأشياء بصورة avec un peu plus d'ironie quoi كما يقولوا في فرنسا. هشام عبد الصمد، لهنا تحديدا سؤال نعتبره نسبيا دقيق لأنه يهم السادة المشاهدين، أنه اليسار اليمن بالمبادئ الكونية، هل هناك مجال للخصوصية أو لبعض القيم وبعض الرؤى الخصوصية؟ ما معنى خصوصية؟ خصوصية تهم المجتمعات العربية الإسلامية. الخصوصية سواء في 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 جهة ولا في بلد ولا في 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 منطقة من العالم، ديما فما خصوصية، ما فيش شك. خصوصية بكل أنواعها، سواء تهم اللغة أو الدين طبعا، أو جو سي با الهواية مهما كانت، في الشعر ولا في الأكل ولا في غيره. كل بشر عنده خصوصية، كل بشر عنده أكثر من هوية، وكل جهة عندها خصوصية من الجهة الأخرى. صفاقس مش كما تونس العاصمة، قابس مش كما ليبيا، جو سي با. دونك الخصوصيات دائما موجودة، ولكن لا يمكن بناء مجتمع على خصوصيات من ناحية السياسية. على سي عليه مجتمع يحترم خصوصيات. الخصوصيات مش حاجة سلبية بالضرورة. اليوم تنجمش تقول للمجتمع التونسي ولا الشعب التونسي مش مسلم، تخلى على اسلامك باش تكون اشتراكي، حكاية فارغة، مش منطق. يسوق كل واحد عنده المشكلة انك كيفاش تنجم تمارس دينك وفي نفس الوقت ما تقمعش غيرك. كيفاش تنجم تمارس دينك وتحترم انه الانسان الاخر يمارسه بشكل اخر او ما يمارسوش بكل. هذه بس معناها النظرة اللا خصوصية هي أنك خصوصيتي نحتفظ بها ونحافظ عليها ونطورها لكن أحترم خصوصيات الآخر، سواء جاري أو فرنساوي أو صيني. في هذا الإطار تعتبر هل أنه اليسار في تونس اللي بعدت عليه معناتها جغرافيا ما زال في تقديرك يتبنى وتطور مقولاته في علاقة بالمبادئ الكونية، أم تراجع أم أضاف أشياء جديدة؟ بما نحب نسلك بالتدقيق، الحركة الفكرية التونسية إذا كان صح التعبير، هل طورت في مقولاتها بعد 20 سنة من الغربة بالنسبة لك أنت؟ والله إيش باش نقولك، أنا يبدو لي أنا من غرائب اليسار التونسي أنه من العائلات اليسارية اللي تؤمن أقل من غيرها بأهمية الأفكار. هذه ديما نقول فيها ممكن ساعات بشكل استفزازي، لكن نؤمن بها بصورة عميقة. معناها أنا يظهر لي أن منذ السبعينات وتطورت استفحلت الحالة هذه بعد ذلك، منذ السبعينات كان فما نوع من الاكتفاء بحد أدنى من الفكر، حد أدنى منها فقير جدا الفولدير، واهتمام أكثر بشعارات سياسية على حساب تعميق الفكر.
احنا مثلا اليسار التونسي بكل مكوناته من غير كل مكوناته سواء السياسيه او حتى الفكريه، لان المشكله عميقه ومزمنه في الاصل. منذ الاصل تتكون اليسار التونسي تتكون كومين فورم دو ديسيدانس، تكون كنوع من الانشقاق على الدولة البورقيبية اللي كانت تحب تسيطر على كل شيء وقت بورقيبة، سواء حتى النقابة كانت تابعة الدولة، حتى الفيمينيزم تي ديتا دي سنة بن عاشور. بوكو دو جون منها مش بوكو دو جون سامحني قصقص كيفاش دونك نرجع لك في الأصل في السبعينات اليسار الجديد أو ما سمي كذلك ولد كانشقاق على الدولة البورقيبية اللي كانت تحب تسيطر على كل شيء، كانت تحب من الدولة موجودة في كل الجهات، موجودة في كل شرايين المجتمع، موجودة في النقابة، موجودة في الحركة النسوية إلى آخره. اليسار ولد كرفض لهذا الواقع، ولدكم منها خروج عن البورقيبية كشيء يريد أن يسيطر على أي نفس. لكن هذا التمرد الأصلي أدى إلى تجارب بنشوف في الحركة الطلابية خاصة في بعض مجالات أخرى في المهجر بالخصوص، وتجارب كانت ديمقراطية في الأصل بيسير، لكن بصورة متسارعة أدى إلى نوع من الهروب إلى الأمام نحو النوفو توتاليتاريزم سي فوري نوفيل مانيير دو بونسي لي شوز كي تي ان بو سيميتريك او بورغيبيزم كوا، وتخلى شيئا فشيئا على الهوية الديمقراطية الأصلية متاع. هذا الانفلات هذا الهروب إلى الأمام تم بنوع من الاستقالة من التفكير، من محاولة التفكير اللي كانت في الأصل من جملة الخصائص متاع اليسار الجديد، أنه كان يعطي قيمة هامة للفكر وللإيديولوجيا بعجالة. هذا الهم الأصلي، هذا الاهتمام الأصلي باش يقع التخلي عليه وتسرب أفكار أخرى. بور سامبليفي كنا قبل ننظر لليسار الفرنسي فما نوع من التقليد لكن فيه نوع من الثراء، ومن اللي بدينا ننظر إلى المشرق إلى مصر ولبنان وغيره وكل شيء، ولا ساسي أكومباني بيسير رجوع أكثر إلى الأصل. في نفس الوقت تم نوع من التفقير للمناظر الفكريه ولا كيش يقولوا دو تيل سورت اللي اليوم ولا الاهتمام سياسي سياسوي بوليتيسيان افون تو على حساب الفكر، كانه فما انفصام ما بين التفكير والتكتيك السياسي كما يقال. وهذا الانفصام يظهر لي قديم جدا، لأن سيتيفو كيف نرجع نحن حتى ما قبل الاستقلال لا فيغور اللي اليوم مرجع لمعظم سواء بصورة كاريكاتورية ولا بصورة واعية مرجع لكل قادة نتاع المعارضة مثلا أو لمعظمهم أن توكا هي لا فيغور دو بورقيبة بيان سور هذه معروفة. بورقيبة سيتي إنسان ذكي جدا وإنسان كان عنده أفكار ما فيش حتى شك، لكن ما كانش يعطي أهمية كبيرة للهموم الثقافية المباشرة. بورقيبة ياس الناس ما تعرفش اللي كان ضد طاهر الحداد مثلا في وقت من الأوقات، كان يقول مش وقته، فهمتني؟ لأنه توا في الآن وهنا كان يقول وقتها الضرورة هي مقاومة المستعمر بكل مكونات المجتمع بما فيها الرجعية. أنا المشاريع الثقافية المشاريع الإصلاحية خليها تو نشوفهم بعد سكيلا في بار لا سويت. كي ناخذوا هذه سي بريتيتر انيكدوتيك، اما كي ناخذوها في حد ذاتها هذه سي ان بو نوع من الانفصام التاسيسي لحالتنا اليوم. كون انا دو فيغور كي سون ايريكونسيليابل او بريسك، عندنا طاهر الحداد من ناحيه وبورقيبه. بورقيبه سي رجل السياسه توا والتكتيك السياسي والتحالفات باي ثمن، هو اليوم المرجع ممكن غير المباح لعدة وخيان في المعارضة التونسية. ألوغ طاهر الحداد
كانوا ما جابش صغار، ما عادش عندنا مثقفين في الجامعات وعندنا مثقفين كبار في وجامعيين كبار، لكن علاقتهم بالشارع وعلاقتهم بالسياسة مش موجودة. فما كل هكا انفصام ما بين الفضاء الفكري والمثقفين والفضاء السياسي، السياسة للسياسيين والفكر للجامعيين، وهذه مأساة، لأنه ما تتكونش فضاء، ما يتكونش فضاء ديمقراطي، ما يتكونش يسار خاصة إذا كان ما فهمش فكر وكما فهمش مثقفين. أستاذ هشام عبد الصمد، في نفس الإطار، ما تعتبرش أنه في عهد بورقيبة تعامل بورقيبة تعامل مختلف مع حركة اليسار، تعامل معها بن علي بشكل مختلف، بمعنى تقريبا 20 سنة من حكم بن علي لا يمكن الحديث على طيار يسار جديد أو أفكار جديدة، بمعنى الأفكار تاع اليسار تقريبا غير معلنة غير معروفة، ما عندهاش فضاء فين تعبر، مجال تواصلها في العالم محدود، التعبيرات اليسارية بمعنى في السبعينات كان عمل التونسي، كان بيرسبكتيف بمعنى منظمة أفاق، كان في الأدب في السينما، لكن في أوائل التسعينات ومن التسعينات إلى الآن لا يوجد حتى حركة جديدة، كلها نتاج تراث اليسار بتاع السبعينات. ما تفسرش هذا بالبعد السلطوي اللي اجتاح المجتمع وفق معناتها وقتل العقل في تونس، أو أنك تردها بعجلة إلى أشياء أخرى؟ والله السؤال سيبري صعيب، مش سهل الإجابة عليه. أما يبدو لي أنه كش يقولوا تعلة القمع، تعلة الحصار الإعلامي، تعلة السجون إلى آخره، لا تكفي كذريعة للفقر الفكري. إذن يبدو لي أنه المشكلة مسألة ذهنية، مسألة عقلية. إحنا وانتوكا عدد كبير من الناس في اليسار التونسي ميمنوش أنه الفكر عنده دور في تغيير الأشياء. بيصير هنا اللي يحكي كما كي بون كان يعطي في دروس، سي فريمون با مون كا، لكن ثم مأساة عندنا اللي هي أن اليوم العولمة وما أدت إليه مش اسمه سقوط المعسكر الروسي السوفيتي، أزمة الماركسية، أزمة الفكر اليساري، انتصار الليبرالية الاقتصادية والرأسمالية إلى آخره، كل هذا يخلى الناس في نوع من اليأس من كل مشروع راديكالي، مشروع تغيير مجتمعي، ومنها ابتعاد على كل أساطير السابقة، ابتعاد على تصور أحلام كبرى لفامو غران سوار كوموندي في فرنسا. لكن هذا الابتعاد أدى إلى فقدان الإيمان في قوة المشاريع والأفكار. هذا الفقدان يؤدي توا إذا كان نواصلوا للمنطق هذا، يؤدي إلى غياب الأمل في السياسة في حد ذاتها. لكن إحنا الواقع عندنا ناس تؤمن بالسياسة وتدعي الانتماء إلى اليسار، لكن لا تؤمن بالعمق الفكري لأفكار للسياسة اليسارية. هذا المقصود. لكن هنا ممكن الواحد ينجم يضيف شيء بونيونسي، اللي هو القمع، الغياب الظروف الديمقراطية لانتعاش فكري، تؤدي ما فيش حتى ذلك تحد من إمكانية الصراع الفكري، إمكانية تداول الأفكار وتفاعلها إلى آخره، الإنتاج الفكري ينقص، لكن ما يكفيش، هذا ما يكفيش باش يفسر المشكلة كما قلت لك، مشكلة أعمق من ذلك، ومشكلة ذهنية، مشكلة مفهوم للسياسة هو اللي المحل سؤال. ما في شك انه اللي يحب ينتج ينجم ينتج رغم كل شيء، بيان سور فما حصار، فما دور النشر ما تساعدش السلطه، ما في عندها رقابه قويه على ياسر انتاجات فكريه، لكن هذا ما يكفيش. اللي يحب ينتج موجود، جامعيين يكتبوا في كتب، لكن من يقراها؟ من يقرا؟ شكون يقرا في الكتب الجامعيين نتاعنا؟ عندنا مثلا، في انا كنت نقرا تاريخ في تونس، عندنا مؤرخين من احسن ما فما في المغرب العربي وممكن في العالم العربي، شكون يقرا فيهم؟ احنا ما نموش ان فما اهميه ان نقراه.
فما صراعات مثلا نذكر في اليسار التونسي حول طبيعة المجتمع، صراعات ما تخلش بعين الاعتبار المجهود الجبار اللي قاموا به مؤرخين ومن علماء اجتماع إلى آخره في الجامعة التونسية. دونك نرجع ديما لفكرة الانفصام، فما الفضاء الجامعي والفضاء السياسي. بيسير فما جامعيين يعملوا في السياسة وسياسيين يقريوا ولا يقرأوا في الجامعة ولا يعرفوا جامعيين، لكن نحكي أنه التفاعل من أجل تكوين فضاء ديمقراطي ومش موجود. زد على ذلك القمع والحصار، هي مي سانفاساليت با لي شوز ايفيدون، مي المشكلة هي مشكلة ذهنية كما قلت بكريك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فكرني، أنا حبيت نسألك على الكتاب الجديد للأستاذ هشام جعيت حول السيرة المحمدية، واللي ترجمته أنت أخيرا. لا، ترجمت الجزء الأول فقط في الوقت الحاضر، اللي هو جزء صغير لأنه هي ثلاثية كبيرة ياسر، حدث منها ثقافي هام جدا. ترجمت إلى الفرنسية الجزء الأول اللي هو الوحي والقرآن والنبوة. مثلا نأخذ بمثال هشام جعيت، من أكبر المؤرخين في العالم العربي لكن مجهول، شو اسمه ميل ني بروفيت ان سون باي كوم اون دي، مي سي با ان ريزون بور بوكو دو جون بوكو دو بوليتيك دو نو با كونيتر لوفر دو هشام جعيت. سي غراف. استاذ هشام عبد السمد، انت عندك سنوات موجود في الهجره، تنجمش بعجاله توصف لنا او تحدد لنا طبيعه الهجره التونسيه الى فرنسا، او في نفس الوقت كيف يعيش المهاجرون التونسيون في فرنسا؟ الهجرة التونسية ما تختلفش عن الهجرة المغاربية بسرعة، ممكن هي الجزء الأصغر رغم اللي هو عددهم كبير التوانسة في فرنسا، أكثر من 400,000 حاليا. هجرة كانت أساسا بعد الحرب العالمية الثانية، فترة ما يسمى بلي ترونت غلوريوز، فترة البناء الجديد للمجتمع للفن الصناعة الفرنسية. الهجرة كانت أساسا عملية حتى 74 تقريبا أو وسط السبعينات، اللي بعد وقت وقع من إيقاف سياسة الهجرة في فرنسا واندلاع الأزمة اللي تعيش فيها تو المجتمعات الأوروبية. وقتها بدأت طبيعة كما قلت أنت، منها بدأت الديموغرافيا سواء التونسية والمغاربية أو المهجرية بصورة عامة تتبدل. أولا ساعة ولت من اللي كانوا عمال أساسا بدأوا ينقصوا، ولت هجرة عائلية خاطر الجروب مو فاميليال، وجاين عدة الأطفال والاستقرار في فرنسا، ولت هجرة منها تبدلت او نيفو جينيراسيونيل. عندنا قبل اللي كانوا شبان في الستينات ولا في الخمسينات ولا في بدايه السبعينات، اليوم شيوخ وصغارهم سون بلو فيزيبل، لكن صغارهم ما همش مهاجرين، صغار مولودين في فرنسا، رغم اللي في لي ريبريزونطاسيون في المخيال الفرنسي والمخيال العنصري خاصه مهاجرين، مهاجرين بالوراثه. الخاصية الثانية إلى جانب دونك لا فاميلياليزاسيون هذه لو جروبمون فاميليال، الخاصية الثانية هي تفشي البطالة في صفوف المهاجرين القدامى، أما روتريتي وإلا شومور بوكو، بيان سور ما زالت العدد الأوفر متكون من عمال، مع ظاهرة جديدة اللي هي توسع، معش فقط عمال في البناء وفي السيارات إلى آخره، لكن كذلك في الترسيير كمان ديونا عارف شبا مش عارف كيف يقولوا اشتجموها سمحني. والخاصية الرابعة هي التخلي على مشروع العودة بالنسبة الأعداد كبيرة من المهاجرين، أي الاستقرار في فرنسا رغم الاستقرار كمهاجرين، خاطر عدة ملاحظين يتصوروا أحيانا أنه الواقع المهجري أو المخيال نتاع المهاجر أنه لا سيئين صهر في الفرنسي وما عادش فما لا مهاجرين، حتى مش صحيح. لي زيميغري سون توجور لا، لا فان دي زيميغري سي تان ميت،
mais la fin du retour c'est une réalité, la fin du mythe du retour. فهمتني هذه المشكله في التلخيص السريع هذايا نجم نقول انه الهجره التونسيه كما الهجره الجزائريه او الهجره المغربيه تعيش الخصائص هذه منها التواصل نوع من الاغتراب دون لا دولور مي او ميم طون كاش يقولوا التخلي عن فكره العوده اللي ما يعنيش القطع مع البلد لان البلد ديما موجود. الجواب ماهوش سهل, الجواب ماهوش حاجه منها تلخيص تعريف اليسار في عجاله صعب جدا, وخاصه انه الواحد ممكن يولي يعطي في 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 حقيقه مطلقه ولا في في دروس اللي ماهوش نجم يكون مش لائق انه الواحد يعطي تعريفه هكا بصوره معناها غرانديلوكونت كما نقولوا في فرنسا. لكن نحاول نعطي تعريفي انا الخاص اللي يلزمني كنانة لمفهوم اليسار. اولا كما قلت بكريكا هو التصور والنظرة الشمولية والنظرة الكونية للعالم والمجتمعات أول حاجة, معناها اعتبار أن الأرض ملك لكل ساكنيها, اعتبار أن مستقبل الإنسانية هو المنطلق مش برك مصالحي الضيقة والأنانية كمجتمع تونسي ولا كمجتمع عربي ولا كعالم عربي إلى آخره, لكن النظرة بصورة شمولية للعالم والتصور الكوني لمصيره. هذه النقطة الأولى. يعني ذلك مباشرة أنه ما نجمش ندخل قناعاتي الدينية, ما نجمش ندخل ثقافتي أو لغتي كمدخل, تكون هي المدخل لتصوري لمستقبل المجتمع نتاعي. المجتمع نتاعي نتصوره, نحاول نتصور مستقبله كجزء من مستقبل الإنسانية جمعاء. هذه النقطة الأولى. يعني ذلك معناها تصور فصل مثلا القناعات الدينية عن السياسة, فصل الدين عن الدولة, رغم اللي كلمة لائكية تخوف ياسر ناس, لكن هذا هو مفهومها في الجوهر, سواء سميناها علمانية لائكية إلى آخره, أن الجوهر هو هذا, هو فصل السياسة عن الدين. هذه النقطة دونك الأولى. النقطة الثانية هي continuer à résister pour qu'il y ait un avenir social autre. معناها المستقبل نتاع الفئات الكادحة هو يبقى هذاك المقياس لتطور المجتمع, لتصور المجتمع الجديد نطمحوا له, اي مناصرة قضية الفقراء بعجالة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي طبعا المسألة الديمقراطية, معناها ان الديمقراطية عندها محتوى اجتماعي, عندها محتوى ثقافي, عندها محتوى سياسي طبعا, كلهم ما ينفصلوش على بعضهم. اليوم اتر دو غوش سي ايماجيني ان ديموكراسي سوسيال افون تو, ان ديموكراسي للجميع, ان ديموكراسي ينتفع فيها كل مكونات المجتمع. النقطة طبعا الأخيرة هي التعامل مع كيش يقولوا مع الشعب بصورة مسؤولة. جو بريسيز ان بو ما بونسي ايسي, احنا سابقا ديما كنا نقولوا في شبابي انا اون توكا والخيان اللي كنت نمارس معاهم, كنا نتصوروا ان الحقيقة تخرج دائما من الشعب. اليوم في وضعيتنا احنا ما نتصورش ان شعبنا مثلا كل ما يقوله صحيح, ان الديمقراطيه تنبت هكا كوم دي شامبينيون من صلب الشعب, مش صحيح. فما ميراث, فما تركه كبيره, فما هموم يعيش فيها الشعب اللي تخليه ما ينجمش يكون ديمقراطي على سليقه, مش صحيح. الديمقراطية تبقى محل صراع ومشروع لازم بناؤه أحيانا ضد ممكن حاجات أغلبية في المجتمع. أتر ديمقراط سي بتتر أوسي ريسكي دتر مينوريتار أجوردي أون تونيزي. هذه الحقيقة هذه اللي غابت على عدة خيان, أنهم يخافوا من أن يكونوا أقليين وبالتالي يتنازلوا على بعض أفكارهم على بعض قناعاتهم, وهذه بالنسبة لي هذه معناها إدارة الظاهر للمشروع الديمقراطي.
حضرات المشاهدين، السلام عليكم. في حصة الأسبوع الماضي كنا قد بثينا الحديث الصحفي الذي أجريناه مع عبد الرحمن التليلي وهو على فراش المستشفى بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة اتهمها هو شخصيا بكونها تنتمي إلى سلك الشرطة الوطنية. وقررنا بعد ذلك أن نبث هذا المقطع الذي يتهم فيه المعتدين بكونهم ينتمون إلى الشرطة في كل حصة من حصص قناة الحوار إلى أن يتم تتبعهم وملاحقتهم ومحاكمتهم وإعطائهم جزائهم. هم يتبعوا فيه تقريبا ساعة ونص صباح تذكرها واحدة فيات كان مرايا وما بتم حتى مش وقفنا حتى ما تم حتى مش تبغوا فيه عارفهم تبغوا فيه وهم يقولوا لي احنا في حين وانت لو ما تاخذش في خاطرك احنا وين نطبقوا فيها من عائله معروفه وانت لموظفين اي خلوا موظفين يعني شرطه مش اي شرطه مش من يعني اي شرطه ما حتى شكل اختلاف منها ايش من الشرطه شرطه 100% كلام كلام في الكلام ما تخليش حتى